عرضه لك هو دليل دامغ. انت عارف ما بحبش اطلع على الهواء الا اذا كان عندي من المعلومه الكافيه اللي اقدر اقولها لحضرتك، وهي دي شغلانتنا. طيب تعالوا نجتهد سوا ونقول لحضراتكم كده من خلال مصادرنا ومن خلال شغلنا الخريطه التعاقديه ماشيه ازاي بالنسبه لنادي الزمالك، وهل الزمالك عاجز عن التعاقد مع لعيبه جدد ام لا؟ ده السؤال المهم اللي انا عايز اجاوبك عليه النهارده، لأن جمهور نادي الزمالك مهتم قوي بالاجابه على السؤال ده. هل انا مش قادر؟ هل انا ما عنديش القدره؟ هل انا ما بتحركش؟ هل انا دلوقتي الموسم بينتهي وانا ما اتحركتش؟ لا، لانه اللجنه الفنيه في نادي الزمالك شغاله، وهناك تنسيق ما بيحدث ما بينهم وما بين بوسوريا. فتعال اشرح لك الموضوع جاي ازاي. الخريطه كلها مش هتشوفها غير عندنا في خريطه تعاقدات نادي الزمالك للموسم المقبل. فعلى مستوى دعم مركز حراسه المرمى، إذا رحل محمد عواد، ميهوب هو الحارس اللي الزمالك حاطط عينه عليه، أحمد ميهوب حارس مرمى غزل المحل، ماشي كده؟ يعني مش عواد فهيجي ميهوب. وما تنساش إن أحمد نادر السيد رجع وبقى موجود كمان مع الفريق، مع نديم ومع صبحي ومع عواد. فإذا رحل عواد ميهوب هيجي. اللي بعد نيجي بخط الظهر، الدنيا ماشيه فيه ازاي؟ خط الدفاع الامور ماشيه فيه ازاي؟ كلام كتير اللي اتقال. دعم الجبهه اليوم هيبقى باستعاده جهود احمد عيد المعار الى امبي، الباك رايت ابن نادي الزمالك اللي طلع لامبي اعاره، ف اولويه. الى جانب كمان التجديد للمسلوسي زي ما احنا كنا بنتكلم مع حضراتكم، والراجل مقتنع بيه واللجنة الفنية مقتنعة بيه، وبالتالي كانت التحرك والزقة في حتة التجديد للمسلوسي لمدة موسم، ماشي؟ هيبقى فيه محاولات لضم واحد من الثنائي، وركز معايا، عمر كمال عبد الواحد من فيوتشر إذا رقمه جه في الحنين منه، في المسطور منه، في المظبوط منه. إنما لو أكتر يعني أكتر يعني رقم كبير يعني الزمالك حاطط بعديه هشام صلاح، وانا يمكن اتكلمت معاك في القصه بتاعت هشام صلاح دي من كام يوم. فهشام صلاح باك رايت الاتحاد السكندري واحد من ضمن الاسماء اللي نادي الزمالك حاطط عينه عليهم في الخريطه التعاقديه. نروح لمركز قلب الدفاع. قلب الدفاع في افكار طبعا مباشره باستعاده جهود محمود علاء مجددا علشان يرجع لصفوف الفريق، يكون موجود في قلب الدفاع، يبقى محمود علاء، الى جانب ضم مدافع اجنبي. وخليني اقول لك دي نقطه برضو مهمه قد تكون مفاجاه بالنسبه لك، ولكن بوسوريو ما عندوش مشكله ان الزناري يكمل، ما عندوش مشكله ان الزناري مصطفى الزناري يكمل ويكون موجود في دفاع نادي الزمالك والا يرحل. وبالتالي دي الافكار اللي الراجل بيفكر فيها في جزئيه قلب الدفاع. عبد الله بكري مدافع فاركو خرج بره الحسابات بعد ما كان من ضمن الناس اللي بتتحسب. بص يا سيدي، هو اغلب الظن الاوقات اللي شبه كده بيبقى في كل مركز بيحط واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة، ونبتدي نتحرك في الامور التفاوضية، نتكلم مع اللعيب ونتكلم مع النادي ونتكلم مع ده ونتكلم مع ده، ونشوف بعدين نعلم ده ماشي ده اكس ده ماشي ده اكس ده ماشي ده اكس. ده الشكل اللي بيحصل. طيب فيما يخص الجبهة اليسرى، الجبهة اليسرى هناك شبه اتفاق على ان محمد حمدي باك ليفت ام بي هو اللي يكون موجود، ده رقم واحد. خط الوسط حمدي علاء المعار الى البنك الاهلي من الزمالك، سيكون هناك تحرك على طول لعودته مجددا الى صفوف الزمالك، بالاضافه للتفاوض مع محمود حماده، واضاف اسم محمد غنام. محمود حماده من فاركو والعلاقه رايحه جايه ما بين فاركو وبين الزمالك كويس، وبالتالي محمود حماده وركز في اللي بقوله لك ده في الحسابات بتاعت نادي الزمالك بقوه. اذا ما حصلش وظبطت مع محمود حماده فهيبقى في تفكير في غنام لاعب فيوتشر، ماشي؟ طيب في مفاضله لاكثر من لاعب اجنبي لتدعيم المركز رقم 8، في رغبه في استعاده امام عاشور على سبيل الاعاره. يمكن القصه بتاعت امام هيبقى المقابل المادي هو اللي بيتحكم فيها بشكل كبير جدا، الزمالك باعه 3 مليون دولار، وبالتالي الزمالك لما يجي يتكلم بقى في اعارته مجددا هيبقى فيها فلوس وبقى فيها تفاصيل كده. ده في منتصف الملعب. هدي لك حاجه من على طرف المعلقه كده، الزمالك بيتحرك في صفقه قويه جدا جدا جدا.
الزمالك جدا 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 جدا. ماشي، لو تم تاني الزمالك بيتحرك في صفقة مهمة جدا جدا، لو تمت الصفقة دي هتلقى استحسان وقبول جماهير نادي الزمالك بشكل غير طبيعي. هديلك في التفاصيل بكره، فهمت؟ يعني احنا مع بعض، يعني مش هنروح من بعض في حته. طيب الجانب الهجومي، في تفكير في دعم الخط الامامي بجناح اجنبي ومهاجم، وحال ضم لاعب اجنبي في المركز ده هيتم الاستغناء طبعا عن ابراهيم نضاي الى جانب سامسون اكينيولا برضو، لانه ماشي خلاص اتجدد لسيف الجزيري واحنا متفقين، وناصر منسي لسه ما اشتغلتش الدنيا معاه فما خدش فرصه، فهم مقتنعين بناصر منسي ان هو يكون موجود في صفوف الفريق، وهيسددوا 280 الف دولار للجزيري من مستحقاته. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ الضيف اللي معانا النهارده الكابتن ابراهيم فايق. والكابتن ابراهيم فايق من الضيوف التقال اللي بيقول لك كل حاجه وحته على طرف المعلقه، ويجيب لك من الاخر ويبسطها لك ويقول لك بص بصايه ويقول لك على كل حاجه حلوه. فدايما ابراهيم فايق الاعلامي المحترم بيصعبها علينا، لكن احنا لها يا كابتن ابراهيم. الكابتن ابراهيم فصص نادي الزمالك، جابوا من اول محمد عواد اول الراحلين عن نادي الزمالك الى سامسونج او اخر الراحلين عن نادي الزمالك، وجابها من عند حراسة المرمى الى الخط الامامي الى النادي الاهلي. انا مختلف مع اللجنة الفنية في حاجات كتير من اللي قالها الكابتن ابراهيم فيه. الطبيعي ان انت يبقى عندك احمد عيد وحمزة المسلوسي وعمر كمان، ده الطبيعي ان انت يبقى عندك التلاتة، ولو انت عمر كمان اولهم، احمد عيد المستقبل جاي له، حمزه المسلوسي لو هو ما جددش وجبت هشام صلاح ده برضو 100 فل و14. ليه؟ لان انت المفروض ان انت تدعم الزمالك بصفقات سوبر سوبر لوكس. بعد ان الزمالك عمل موسم ابيض على الابيض يا زمالك، يبقى انت محتاج موسم او صفقات استثنائيه. ليه بنقول كده يا خواجه؟ لان انت شايف غريمك التقليدي بينافس على كل البطولات، فدلوقتي اصبح ان انت لازم عشان تنافس على كل البطولات، النادي الاهلي واخد اربع بطولات ولسه عنده ثلاثه اربعه تاني، بتتكلم في سوبر افريقي، بتتكلم في كاس عالم، في دوري مصر، في كاس مصر، بتتكلم لسه في موال، فانت راجل بتتكلم في بطولات كتير، فلازم يبقى عندك سكواد كويس، يبقى عندك الاحتياطي زي الاساسي. ايه المشكله لما يبقى عندك باك يمين واثنين وثلاثه ورقم زي ما انت عاوز؟ الزناري يقعد ليه؟ وصاري يقول لك ما عنديش مانع ان الزناري يقعد لي. انت لو رجعت محمود علاء مع محمود حمدي الونش مع حسام عبد المجيد، كان في كلام ان اوساري عايز باك مدافع في قلب مساك بيلعب برجليه الشمال، يبقى انت محتاج بقى ايه، مع احترامي يعني للكباتن، محتاج ان انت تغربل الفرق، مصطفى الزناري مع محمود شبانه اي حد كده، يبقى انت ايه بتفوق الفرقه وبتعمل روتيشن وبتفوق الفرقه لموسم قادم قوي. ناحيه الشمال انت محتاج باك شمال مع احمد ابو الفتوح، يا اما وموقف عبد الله جمعه يتحدد يا تشارك وتلعب يا اما تمشي، عشان يبقى انت كده عندك ابو الفتوح، عندك حاتم سكر ناشئ عايز مباراة كتير جدا، عندك عبد الله جمعه خلاص عرفنا ان محمد عبد الشافي اخر موسمه مع نادي الزمالك، يبقى انت بتفوق الفرق. خط وسط ملعب نادي الزمالك نبيل عماد دونجا وسيف فاروق جعفر والباقي كله يمشي، كله يمشي، ولا رؤى ولا عمرو السيسي ولا مفيش، ما تقلبش بقى، هو نبيل عماد دونجا وحط ان بنتكلم على اللاعب على دول نص ملعب ما كناش في الناحيه الاماميه في الهجوم. ماشي احمد الحاج ما نقدرش نظلمه، ما خدش ما لسه ما شفتوش، يعني هو كويس جدا مع اسوان لسه حسب خطه اوساريو وحسب اوساريو ما هيدي له مباريات. ناصر منسي وسيف الدين الجزيري، انت محتاج مهاجم افريقي معاه، انت محتاج مهاجم افريقي حاجه كده تعوض كمين سامسونج مع نادي الزمالك. نادي الزمالك محتاج مش اقل من سبع صفقات سوبر مع الناس اللي موجوده، وحدث بقى بالحركه ده زي ما انت عاوز، لكن ما تجيبش يعني. انا بمنتهى الامانه انا مختلف شويه في موضوع محمود حماده
غنام محمد، يعني مش الصفقات اللي هتشيل الزمالك، هو مش اسم تقيل. انت محتاج لاعب من شمال افريقيا حاجه كده في ريحه الياس الجلاصي. يا سلام على الياس الجلاصي لو خلص، تحطه في نص الملعب ويعمل عليه خطتك. احنا دايما مع بعضينا زي ما قال الكابتن ابراهيم فايق في كل جديد، واي اخبار هتيجي عن نادي الزمالك بامر الله احنا هنغطيها على قهوه الخواجه. ويا رب الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله نتقابل في حلقه جديده من برنامجكم قهوه الخواجه. تحياتي احمد الخواجه.